السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم، يا رب دايما تكونوا في أفضل الأحوال. هو يا ترى ليه المفروض ما نزودش الري بتاع الياسمين الهندي لو كان الجو حار بشكل كبير؟ يلا بينا نتابع مع بعض إيه حكاية نبات الياسمين الهندي ونتعرف أكتر على النبات التحفة ده. نبات الياسمين الهندي له العديد من الأسماء، فبعض الناس بيسموه نبات البولوماريا، والبعض الآخر بيسميه نبات الفتنة، والشجرة دي بتتسمى بالشجرة التي لا تشتكي من شيء، ولكن الاسم الشائع لها هو الياسمين الهندي. إكسار نبات الياسمين الهندي ده بيكون عن طريق العقل. حضرتك بتاخد عقلة حجمها مناسب وبتسيبها لمدة يوم بعد ما بتقطعها علشان مكان القطع يجف تماما، وبعد كده بتزرعها سواء في القصيص او في الارض المستديمة، والكلام ده طبعا بيكون في الفترة ما بين شهر 3 وشهر 9، ونسبة نجاح العقل دي بتكون كبيرة جدا جدا بشكل ملحوظ. ولما نيجي نشوف ان الياسمين الهندي ده بيزدهر بشدة مع ارتفاع درجات الحرارة في الوقت ده، لان الوقت ده هو ذروة تزهير اشجار الياسمين الهندي، والزهور دي ريحتها بتكون ذكية وعبقها بيكون كبير جدا جدا، فيجب علينا اننا ما نزودش كمية الري عليها في الفترة دي علشان زهورها ما تقعش وتتساقط بشكل سريع. تمام اصدقائنا الغاليين، يبقى النهاردة عرفنا معلومة سريعة كده عن نبات الياسمين الهندي، وهي اننا لازم نقلل كميات الري له لما درجات الحرارة بتكون مرتفعة علشان زهوره ما تقعش بشكل كبير، وتقدر حضرتك تستفيد بعبقها وعطرها لأطول فترة ممكنة. نشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية على خير. دمتم بود، في أمان الله.